سؤال، لان في اخر رحله طلعناها مع بعض كنا طالعين لبنان، كان في مناسبه، كان في حفله كبيره لمجله، وكنا معزومين في الحفله دي. فهو عمل مشكله في المطار وكتب حاجه غريبه، كان في الورق بتاع الجوازات الغرض من السفر، فكتب ايه اجابه غريبه شويه، عملت مشكله واثارت ضجه في المطار. فانا عايزه اساله عن الواقعه دي، وبعدين في واقعه تانية، في حاجه ضاعت منه في لبنان، فانا عايزاه يقول لنا ايه الحاجه اللي ضاعت منه ولقاها ولا لا. طب اقول لك على حاجه، دي اوكي زي بعض مفوتينها. بتقول في حاجه ضاعت منك، ايه الحاجه اللي ضاعت منك؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ احنا عايزين نشوف حبيبتي الهام شاهين سالتك السؤال ده، وانا حسيت خليها في تسجيل كميه مشاعر كده كتيره حصلت، مش عارفه ايه هي.